ناشد أهالي حي ديوم غربي تكريت محافظة صلاح الدين بالنظر إلى وضعهم الخدمي، كونهم يعانون الكثير من الإهمال وتوقف العديد من المشاريع، ما أثر بشكل سلبي على حياتهم وتحركاتهم اليومية، خصوصا وأنه حي كبير وفيه كثافة سكانية. نطالب من خلال قناة صلاح الدين الفضائية جميع المسؤولين في محافظة صلاح الدين وخصوصا على رأسهم السيد المحافظ منطقة الديوم المهملة تماما. أولا يعني راح تشوفون نسبة إنجازات نسبة إنجاز المشاريع معطلة تماما، وهي لا تحتاج سوى تبليط وخدمات بسيطة، والكل يعلم أن منطقة الديوم مهملة تماما. ونتمنى أي مسؤول من المسؤولين أن يأتي إلى منطقة الديوم ويشاهد بأم عينه نسبة الإنجازات، نسبة الإنجاز في منطقة الديوم تحت الصفر، لا تحتاج إلى سوى شوارع. هسا كنا قاعد نشوف أنه قاعد يبلطون المنطقة هذه اللي تمتد على السريع، وهذه منطقة خالية من السكان. أما نحن نحتاج المنطقة المؤهلة والمنطقة اللي تكتظ بالمواطنين. احنا نعاني معاناة، عندنا طلبة وعندنا معلمين وعندنا عمل، ونعاني من هذا. شوفون هذا الطريق من تجي مطرة يصير المي إلى هنا، فنعاني احنا صلاح الدين نعاني معاناة اشد المعاناة، وكأنه احنا مو بمدينة. فعلى المسؤولين ان يبلطوا لنا الشارع، الله يرضى عليهم، الله يرضى عليهم يبلطوا لنا الشارع. والكهرباء هم يعني مو شيء، بس اهم شيء عندنا تبليط شوارع الديوم على الاقل الرئيسيات. الخدمات مال الديوم بصراحة معدومة نهائيا، هاي صار 5 سنوات بصراحة. هذا الشارع اللي ينزل نهاية الشارع المربع الذهبي منخفض، ومنطقة ناصية ودائما ينترس مي، والسيارات تعطل، يعني يجون دائما بال 11 بالليل بال 12 الله شاهد يعصون هنا، نبقى للوحدة بالليل نطلع بالسيارات، وهاي دائما بس يوعدون بينا. هسه نبلط ثاني سنة نبلط وماكو أي تبليط، مجاري ماكو، مدارس ماكو، مدرسة هسه على الطلاب عندنا قاعدين بالقاع، يعني كل 5 طلاب يقعدون على رحلة، أي خدمات ماكو. وهي منطقة الديوم منطقة كبيرة، فنريد مساعدة المحافظة، وإحنا ولد هالمحافظة، والأمور صارت زينة زين بجهود القوات الأمنية وبجهود الخيرين.